بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا طلبة قسم التشغيل المعادن، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ودرس جديد ومادة تكنولوجيا القشط. في الجزئية اللي فاتت كنا درسنا مادة القشط المقشطة العربة، وعرفنا إن المقشطة العربة زيها زي أي مقشطة تانية، هي وظيفتها تسويق أسطح وفتح مجاري وفتح مشهريات، وغيرها من العمليات التشغيل اللي بنشتغلها داخل الورش عن طريق إزالة أجزاء من المشغولات. ولكن المقشطة العربة بتختلف عن باقي المقاشط في طريقة التشغيل بتاعتها. إزاي؟ إن المقاشط العادية دايماً الشغلة هي اللي بتكون ثابتة، ولكن أداة القطع هي اللي بتتحرك عشان تعمل حركات التغذية. وحركات التغذية بتاعت قلم القطع عن طريق إن أنا بعمل عمق قطع داخل الشغلة وتحريك القلم بتاعي، وعن طريق تحريك القلم بزيل أجزاء من المعدن. إنما المقشطة العربة بتختلف عن باقي المقاشط في عملية إزالة المعدن، إن قلم القطع هو اللي بيكون ثابت والشغلة هي اللي بتتحرك. يبقى في المقشطة الرأسية وفي المقشطة النطاحة القلم بتاعي هو اللي بيتحرك والشغلة بتكون ثابتة، إنما في المقشطة العربة بتكون الشغلة هي اللي متحركة وقلم القشط بتاعي هو اللي بيكون ثابت. طيب إحنا دلوقتي المقشطة العربة عملناها بالشكل ده ليه؟ عملناها بالشكل ده لأن بالتأكيد هيكون عندي في المشغولات اللي أنا بشتغلها داخل الورش بتاعتي أجزاء للمشغولات كبيرة، أجسام كبيرة وأجسام ضخمة وأوزان تقيلة هيصعب تشغيلها بالطرق العادية، أو بمعنى أصح ممكن تكون أوزانها كبيرة وأجسامها أو أحجامها كبيرة، وبرضو الوزن هيأثر معايا على جسم المقشطة، وبالتالي ممكن أكون محتاج إن أنا يكون عندي الشوط بتاع القشط بتاعي يكون طويل. في المقشطة النطاحة أو في المقشطة الرأسية أنا ممكن أعمل شوط قشط، والشوط ده هيكون عندي طوله لا يزيد عن 60 سنتي. طب المشغولات الكبيرة زي الأحواض مثلا اللي بتتعمل في المصانع اللي بنستخدمها في التحليل بتاع بعض المواد، لما يكون الحوض ده طوله مثلا متر وعايز أعمل له عملية تسويق، إذا الحوض ده بتقله وبطوله مش هينفع في عمليات القشط العادية، وبالتالي يبقى احنا كده هنيجي نستخدم المقشطة العربة. طب تعالى مع بعض كده نشوف الأول إيه هي المقشطة العربة واستخداماتها ايه واجزائها ايه، علشان نبدأ درس النهاردة اللي هيكون عبارة عن ازاي هعمل عملية التحريك لعربة المقشطة، لان العربة دي عشان تتحرك هستخدم لها طرق معينة بالطرق الميكانيكية المختلفة. طب تعالى نبص مع بعض كده الاجزاء الاول واستخدامات المقشطة العربة هي ايه. في البداية المقشطة العربة بتستخدم مقاشط العربة في تشغيل الأسطح المستوية للمشغولات ذات الأبعاد والكبيرة والوزن التقيل نسبيا، وفيها بتقوم العربة بحركة القطع الرئيسية، يعني العربة هي اللي هتتحرك معايا، هتاخد شوط القطع وشوط الرجوع، إنما قلم القطع هياخد العمق وهيكون ثابت، بينما يتحدد عمق القطع والتغذية العرضية بأداة القطع اللي هو قلم القشط. طب تعالى بعد كده نشوف العمليات اللي بتجرى على المقشطة العربة. نمرة واحد، قشط وتسوية الأسطح الطولية في المسبوكات والمشغولات كبيرة الحجم. احنا لما بنعمل عمليات سباكة، يعني عملية صهر وصب للقوالب أو للنماذج بتاعتي، هيكون وزنها تقيل وكبير، وبالتالي هحتاج أداة قطع هي اللي تكون ثابتة والشغلة هي اللي هتتحرك. نمرة اتنين، فتح المشأبيات العدلة والحلزونية في الأعمدة الطويلة. هتلاقيني بحط دايما كلمة أوزان كبيرة أو أبعاد كبيرة أو أطوال طويلة على كلمة المقشطة العربة دايما. نمرة تلاتة، قشط أسطح مقوسة باستخدام ضبعة. هستخدم حاجة تحدد لي المسار المقوس بتاعي علشان أعمل عملية القشط المقوس، وبنسميها ضبعة. نمرة أربعة، يمكن تزويدها بجهاز تقسيم. جهاز التقسيم ده اللي أنا بستخدمه علشان أقسم محيط دايرة لمجموعة من الأقسام المتساوية، يعني أنا لما يكون عندي قرص مدور وعايز أعمل عليه أسنان يعني حوله لترس، يبقى أنا هستخدم جهاز تقسيم، وجهاز التقسيم ده اللي هيحول
المحيط بتاع الدايرة لمجموعة من الأجزاء المتساوية، وبالتالي أنا ممكن كده أحط مجموعة من الأقراص كلها قدام بعض أو ورا بعض ويتحط على جهاز التقسيم. وبما إن المشاطة العربة بتاعتي بتقدر تاخد شوط قطع طويل، وبالتالي يبقى أنا مجموعة الأقراص دي هقدر أعمل منها مجموعة من التروس، يعني القلم بتاع القشط بتاعي هيقدر يقطع أسنان في 20 ترس مرة واحدة، يبقى أنا كده بستخدمه في الإنتاج الكامل. طيب يبقى يمكن تزويدها بجهاز تقسيم وغراب متحرك حيث يستفاد منها في فتح أسنان مجموعة من التروس في آن واحد. طيب نشوف بعد كده أجزاء المقشطة العربة. المقشطة العربة عندي هنا عندي قائمين، القائم اللي في الجنب ده والقائم اللي في الجنب التاني، وبعدين عندي دي العرضة. العرضة بتاعتي دي اللي راكب عليها الرسمة اللي بتكون حاملة للقلم. بعد كده الجزء اللي تحت ده دي كده فرش، والفرش ده عليه مجاري، المجاري دي بيكون عليها العربة، عشان كده احنا سميناها المقشطة العربة علشان فيها عربة. العربة دي هي اللي بتحمل المشغولات عندي وبتتحرك بيها الحركة الترددية. علشان نبدأ بقى درس النهاردة ونشوف العربة دي هتتحرك ازاي، هقدر اخد الحركة الدورانية اللي موجودة في الموتور اللي بيشتغل عندي بالكهرباء، واخد الحركة دي من الموتور عن طريق سيول وطنابير، وابدأ احول الحركة الدورانية لحركة ترددية. درس النهاردة طرق نقل الحركة الى العربة، او طرق تحريك العربة حركة ترددية. نشوف كده بقى مع بعض اول طريقة. نمرة واحد، طرق الحصول على حركة العربة، وعندي الطريقة دي هتكون عن طريق استخدام التروس. والتروس بتاعتي طبعا لما بتشتغل وهي متعشقة مع بعض، التروس دي بتنقل حركة دورانية، بتحولها لحركة دورانية. ولكن لما بيكون عندي جريدة مسننة، يعني ايه جريدة مسننة؟ جريدة مسننة يعني انا كان عندي ترس وخدت الترس ده فردته، فبقى عامل زي المسطرة كده وله اسنان. اذا الترس بتاعي لو متعشق مع الجريدة المسننة وبدأ يتحرك حركة دورانية، اكيد الجريدة المسننة دي هتبدأ تتحرك معايا حركة ترددية. يبقى انا هاخد الاسنان اللي موجودة في الترس تتعشق مع الاسنان اللي في الجريدة المسننة عشان نحول حركة دورانية لحركة ترددية. طب انا ازاي بقى الترس بيلف كده في اتجاه واحد، يعني هياخد الجريدة المسننة في اتجاه واحد، ازاي بقى هقدر اخليه يروح ويرجع؟ تعال نشوف مع بعض كده الكلام ده هيتم ازاي. نمرة واحد، خلي بالك انا عندي هنا الف وب وجيم، دول ثلاث طنابير. طنابير يعني اجزاء اسطوانية ولكن هي ما فيهاش اسنان. الثلاث طنابير دول خلي بالك الطنبورة جيم دي مربوطة ومتعشقة مع العمود عين واحد، بص جيم متعشقة مع عين واحد اللي ماشي بالطول لغاية هنا. طب حاجة تانية، الطنبورة ألف دي متعشقة مع جلبة مع الترس سين واحد، يبقى لو جيم واحد الطنبورة جيم واحد دي دارت حوالين نفسها هتدور الترس سين تلاتة، إنما لو الطنبورة ألف دي بقت موجودة عندي بتلف هتدور الترس سين واحد. طيب والطنبورة ب دي موجودة ليه يا مستر محمد؟ الطنبورة ب دي موجودة عندي علشان لما السير يتحرك من الطنبورة اللي اسمها ج للطنبورة اللي اسمها ألف يبقى بيفصل الحركة، ما ينقلش مثلا من حركة على طنبورة لطنبورة تانية، يبقى لازم ينقل الأول ويفصل الحركة اللي كانت بتلف يمين عن الحركة اللي كانت بتلف شمال. طب تعالى كده نشوف واحدة واحدة شوط القطع هيتم ازاي وشوط الرجوع هيتم ازاي. أنا دلوقتي حركة العربة باستخدام تروس عدلة وجريدة مسننة. تعالى معايا كده نشوف رقم واحد. أنا دلوقتي الطنبورة ألف دي هي اللي حطوه، أنا علمت لك عليها وظللت لك عليها. في جلبة ماسكاها هنا، ماسكاها بمين؟ ماسكاها بالترس سين واحد. يبقى إذا الطنبورة ألف دي لما حطوه الجلبة هتدور الترس سين واحد، وسين واحد متعشق مع الترس سين اتنين. معنى كده ان سين واحد هيدور سين اتنين، سين اتنين ده متعشق مع العمود عين اتنين، يبقى عين اتنين هيدور، وطالما العمود عين اتنين هيدور يبقى الترس سين ستة ده هيدور معاه، اللي فوق دي على طول اللي مكتوب عليها سبعة دي الجريدة المسننة. يبقى انا خدت كده الحركة من الطنبورة الف
الى الترس س واحد للترس س اتنين اللي العمود عين اتنين دار معاه، فدور الترس س ستة، وبالتالي س ستة لما حرك الجريدة المسننة خدها في اول اتجاه معايا اللي هو اتجاه القطع. طيب واتجاه الرجوع هيحصل ازاي؟ عايز اقول لك على حاجة، دول ترسين موجودين عندي، الترس ده لما هيتعشى مع الترس ده وهيلف معاه، بص الاتنين بيلفوا في اتجاه واحد. طب انا لو بعدت الاتنين دول عن بعض وحطيت ترس في النص، لو ده دار لتحت الترس اللي في النص هيلف معاه، ده هيطلع لفوق، يبقى انا كده عكست الايه؟ عكست الحركة، وبالتالي يبقى انا هستخدم ترس وسيط. يبقى انا بعد ما خدت شوط القطع في الطريقة اللي شفناها، تعال نشوف شوط الرجوع هيحصل ازاي. شوط الرجوع عندي يبقى انا هنا هنقل بقى السير اللي موجود، بس تعالى شوف كده، يبقى يعني ده ما ينتقل السير على الطاره الف. انا بقول لك دلوقتي انت هتكتب ايه؟ يتحرك الترس س واحد، وبعد س واحد هيتحرك معاه الترس س اتنين، فيتحرك معاه العمود عين اتنين، ده اللي انا عايزك تكتبه لما يجي لك السؤال على الرسمه دي. وبعدين لما عين اتنين هيدور هيتحرك الترس س سته، وبعد س سته هتتحرك الجريده المسننه سبعه. وبكده يبقى انا خدت شوط القطع. تعال نشوف شوط الرجوع. انا عندي دلوقتي اول حاجه هعملها عند الطنبوره ج، يبقى انا نقلت السير بتاعي من الطنبوره الف للطنبوره ج، يبقى هيتحرك معاها العمود عين واحد، وعين واحد ده لما هيدور هيتحرك الترس س ثلاثه. افتكر انا قلت لك عشان ان انا لازم اعكس الحركه، يبقى انا هستخدم كده ترس وسيط. بقى س ثلاثه، خلي بالك لما كنت بتحرك في شوط القطع كان س واحد متعشق مع س اتنين، يبقوا دول ترسين، انما دلوقتي لما بقى عندي س ثلاثه كده هيتعشق مع الترس س اربعه، وبعد س اربعه بقى في س كام؟ س خمسه، كده بقوا ثلاث تروس، يبقى انا عكست اتجاه الحركه، يبقى س خمسه دلوقتي هيحرك العمود عين اتنين مع هيتحرك معاه الترس س سته، وبالتالي س سته دي اللي متعشقه مع الجريده المسننه، والجريده المسننه كده طالما في الاول كان من ترسين فعملت شوط القطع، دلوقتي بقوا من ثلاث تروس، فخدت وعكست الحركه فاداني شوط الرجوع. طب تعالى كده مع بعض نشوف هو انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اعكس الحركه بتاعتي دي عن طريق السيول مش التروس، التروس فيها اسنان، السيول لا. بس هعكسها ازاي؟ تعالى كده بص معايا، انا عندي حاجه اسمها السير العدل، والسير العدل ده عباره عن طنبوره وطنبوره، والاتنين متوصلين بسير. الطنبوره دي لو لفت في الاتجاه ده، الطنبوره دي هتلف معاها في نفس الاتجاه. طب انا اعكس الحركه ازاي بقى وانا عندي الطنبورتين دول متثبتين وعندي سير؟ عايزك تجيب في البيت كده استك، وتعمل الاستك بتاعك تشده على الصبعين كده، فهتلاقي الاستك واخد شكل دوراني. طب انا لو خدت الاستك ده وعملت كده، مش هيبقى في علامه اكس في النص؟ هي دي علامه الاكس. تعالى كده بص معايا، ده كده كان اسمه سير عدل، انما انا كده عملت اكس ما بين الطرفين، فبقى موجود عندي اسمه سير مقص. خلي بالك هنا في السير العدل، الطنبوره دي لفت في الاتجاه ده، والطنبوره دي لفت في نفس الاتجاه. طب هنا الطنبوره دي لو لفت في الاتجاه ده، بص كده اللفه دي، السير ده هينزل لتحت، فالطنبوره دي هتطلع لفوق، يبقى اكيد هتلف في عكس الايه؟ في عكس الاتجاه. طب تعالى نعمل ده بقى هناك في المقشطه العربه على الاجزاء اللي بتحرك الحركه الدورانيه، واخد منها عمليه العكس. بص معايا كده، ده دلوقتي حركه العربه باستخدام سير عدل واخر مقص. تعالى نتكلم عن شوط القطع، بس خلي بالك انا عندي هنا دي طنبوره ودي طنبوره بيتوصل عليهم السير العدل ده، ودي طنبوره ودي طنبوره وبيتوصل عليهم السير المقص. طب هما ليه يا مستر محمد السير المقص موجود على طنبوره واحده والسير العدل على طنبوره واحده مش الطنبورتين؟ لان كل طنبورتين من دول واحده منهم متثبته على عمود، وواحده متسابه حره على العمود، يعني لو العمود لف الطنبوره ما تلفش معاه، انما اللي متثبته لو العمود لف الطنبوره كمان تلف معاه. طب تعالى كده، انا دلوقتي هاجي احرك العمود الرئيسي بتاعي اللي هيحرك الطنبوره الكبيره دي، وبالتالي السير العدل ده هيتحرك وهيحرك الطنبوره اللي موجوده الصغيره دي، فهيتحرك معاها العمود الرئيسي. لما الطنبوره الصغيره دي تتحرك ويتحرك معاها العمود الرئيسي، طبعا ده كان سير عدل، فهيتحرك في نفس اتجاه حركه الدوران اللي كانت جايه من الموتور،
وبالتالي هيلف العمود ده، وبعد العمود ده ما يلف معايا الترس المخروطي س واحد ده هيبدأ يتحرك في نفس حركة دوران العمود، وبعدين يلف معاه الترس التاني اللي هو س تلاتة. ولما س تلاتة ده يتحرك متعشق مع الجريدة المسننة، يبقى أنا كده خدت الحركة الدورانية أول ما قلت جريدة مسننة، فبدأ ياخد الحركة الدورانية لحولها لحركة ترددية. يبقى كده عندي العربة بتاعت المقشطة اللي موجودة عندي فوق دي هتبدأ تتحرك في اتجاه السهم اللي موجود قدامك، وبعدين وهي في اتجاه السهم كده الكتلة دي والكتلة دي هما المسافة ما بينهم هو طول المشوار اللي أنا عايز أعمل فيه القشط، اللي هو يعني لو عندي دي الشغلة أنا عايز القلم يبدأ من هنا يعمل عملية القشط لغاية ما ينتهي هنا. فالكتلتين دول الكتلة دي والكتلة دي محددين طول المشوار اللي انت عايز تعمل فيه القشط. يبقى أول ما العربة دي هتتحرك في الاتجاه ده الكتلة دي هتخبط هنا في الرفعة دي. طيب دلوقتي طالما الكتلة دي خبطت في الرفعة دي، الكتلة دي خبطت هنا، يبقى الرفعة دي لما هتروح في الاتجاه ده الذراع ده هيروح كده، وبالتالي الذراع ده لما هيروح كده في الاتجاه ده، شايف انت المجرى اللي جاية هنا جاية من منخفض لمرتفع؟ اول ما الجسم ده او الرفعة دي تبدأ تروح معايا في الاتجاه ده هتلاقي ان السلكين دول بدل ما كانوا موجودين في الاسفل طلعوا لفين؟ طلعوا للاعلى. شفت ظهرت معاك ازاي؟ طب لما هيطلعوا الاعلى هيعملوا ايه؟ بص كده عندي هنا السير العدل هيتحرك من الطنبورة اللي كانت متثبتة مع العمود الى الطنبورة الحرة، وكمان السير المقص اللي كان موجود على طنبورة حرة بدأ يتحرك على طنبورة مثبتة على العمود. يعني انا السير العدل اللي كان واخد الحركة في نفس الاتجاه بقى على طنبورة حرة ما بتلفش مع العمود، انما السير المقص اللي كان على طنبورة حرة اتنقل على طنبورة متثبتة على العمود. اذا السير المقص دلوقتي لما هيتحرك في عكس الاتجاه هيحرك معاه العمود. ابص كده معايا، يبقى انا دلوقتي هيحصل ايه؟ السير العدل طلع على الطنبورة الحرة، وبعدين السير المقص طلع على الطنبورة المثبتة، وبالتالي الطنبورة دي المثبتة بدأت تلف مع السير المقص، والعمود الرئيسي هيبدأ يتحرك معاه. انا دلوقتي بقى السير المقص ده هو اللي بيتحرك مع الطنبورة، وبالتالي العمود بدأ يتحرك معاه. طالما السير المقص هو اللي بيحرك يبقى بيحرك كده في عكس الايه؟ في عكس الاتجاه. طيب دلوقتي بعد ما اتحرك في عكس الاتجاه ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل عندي ان انا بعد العمود ده ما بقى يلف دوران في عكس الاتجاه هيدور معايا الترس المخروطي، والترس المخروطي هيدور الترس المخروطي اللي متعشق معاه ومعاه ترس اخر عدل. طب لما يكون هو معاه الترس العدل، الترس العدل متعشق مع مين؟ برافو عليكم، سامع ولادي المتميزين كلهم بيردوا، يبقى الترس العدل متعشق مع جريده مسننه، يبقى هيحول الحركه الدورانيه الى حركه تردديه. يبقى الحركه الاولانيه اللي كانت على السير العدل عملت شوط القطع في اتجاه معين، انما دلوقتي السير المقص عكس الحركه يبقى هيديني شوط الرجوع. يبقى شوط القطع بسير عدل وشوط الرجوع بسير مقص. زي ما انا كاتب لك هنا تنتقل الحركه في هذه الحاله من الطاره ط عن طريق سير مقص، من الطاره دي للسير المقص الى الطاره 3. الطاره 3 الطاره 3 ديت طبعا بقت في عكس الاتجاه عشان السير المقص، فهيدور العمود عين عكس اتجاه الحركه الايه؟ عكس اتجاه الحركه الاولى للترس س1 والترس س2، فهيتم عكس الحركه بتاعتي. انا خدت كده كام طريقه؟ استخدمت طريقه عن طريق تروس عدله وجريده مسننه، وبعد كده استخدمت طريقه عن طريق سير عدل واخر مقص. تعال نشوف طريقه ثانيه ان انا انقل بيها الحركه الدورانيه واحولها لحركه تردديه عن طريق برضو التروس، بس المره دي مش هاخد تروس عدله، لا ده انا المره دي هاخد تروس مخروطيه. بص معايا كده، بيقول حركه العربه باستخدام تروس مخروطيه وبريمه حلزونيه. دي التركيبه اللي موجوده عندي. زي ما انت شايف ان انا كل مره عندي الجزء الرئيسي، زي ما انت شايف معايا كده الجزء الرئيسي هنا ده عباره عن طنبوره او طاره بتاخد الحركه الدورانيه بتاعتي من العمود اللي موجود اللي بينقل عندي من الموتور.
وبالتالي هاخد الحركة بتاعتي من الطنبورة دي للطنبورة دي. بص كده معايا تاني، عندي طنبورة ألف، طنبورة ب، طنبورة جيم. الطنبورة دي التلاتة دول ليه؟ علشان واحدة هتديني حركة في اتجاه، وحركة واحدة هتديني في حركة في اتجاه تاني، وبالتالي اللي في النص دي علشان أفصل الحركة ما بين الاتنين. تعال بص معايا كده شوف احنا هنعمل ايه. انا دلوقتي السير اتنقل من الطارة الرئيسية الى الطارة الف، وبالتالي السير لما هيتحرك الطارة الف دي هتتحرك. بص كده شايف المحور اللي معدي من تحت ده، المحور ده خد الحركة من الطارة الف وراح وداها للترس اللي هناك ده. الترس اللي هناك ده دلوقتي اللي هو بقى عندي سين سين تلاتة سين اتنين، سين اتنين ده متعشق مع الترس سين تلاتة. واخد بالك ان ده ترس مخروطي وده ترس مخروطي، يبقى السير عندي نقل الحركة الدورانية للطارة الف اللي نقلته الى العمود، وبعد كده بقى عندي موجود على الترس سين اتنين، وسين اتنين نقل سين تلاتة واتنقل للعمود الرئيسي مع البريمة الحلزونية او الترس الحلزوني اللي بعد كده هيحرك الجريدة المسننة لشوط القطع. طب يا مستر محمد انا كده خدت الحركة الدورانية لترس لترس، انا شايف ان في ترس تاني اسمه سين واحد. بص كده معايا بس قبل ما انقل على حركة الرجوع، الترس سين واحد وسين اتنين دايما بيلفوا في اتجاه واحد، بس لو سين واحد ده بيلف هنا كده في الاتجاه السهم كده وانا بشاور لك ماشي في الاتجاه ده كده، يعني بيلف في الناحية دي وده كمان بيلف في الناحية دي، لو ده بيلف في الناحية دي يبقى الترس ده بيلف معاك في اتجاه الشمال هنا لتحت، ولو الترس ده برضو بيلف في الناحية دي يبقى الترس ده هيتحرك لفوق، يبقى الحركة اللي لفوق واللي لتحت دي اللي انا بيحصل فيها عكس اتجاه الحركة. يبقى انا دلوقتي الطنبورة الرئيسية نقلت الحركة للطارة طه ألف، وبعدين للعمود الرئيسي ده، وبعدين نقلته للترس سين اتنين للترس سين تلاتة، وخدت الحركة للعمود ده اللي حرك البريمة الحلزونية علشان يديني شوط القاطع. طب تعالى كده انا كاتب لك العنوان هنا شوط القاطع، تعالى نروح كده نشوف شوط الرجوع. عندي نفس التركيب بس انا هنا هنقل الحركة بتاعتي بدل ما كان السير هنا على الطنبورة ألف بقى موجود على الطنبورة جيم. الطنبورة جيم متثبتة هنا بجلبة مع الترس سين واحد. يبقى انا دلوقتي نقلت السير الحركة من الطنبورة الرئيسية او من الطارة الرئيسية للطنبورة جيم للترس سين واحد اللي متعشق مع الترس سين تلاتة. طبعا ده اللي كان متعشق الاول فودى الحركة في اتجاه، انما ده اللي متعشق مع الترس ده فهيودي الحركة في اتجاه تاني، وبالتالي يبقى انا كده عكست الحركة وهاخد حركة الترس ده على البريمة الحلزونية اللي هتنقلها لي الى الجريدة المسننة. كل كنت باخد حركة من ترس الى جريدة مسننة عشان احول الحركة الدورانية الى حركة ترددية. تعال معايا بقى بعد كده نشوف رابع طريقة هقدر انقل بيها الحركة. كل الطرق اللي انا استخدمتها في الاول اللي هي عن طريق ترس عدل وجريدة مسننة، وعن طريق سير عدل واخر مقص، وعن طريق تروس مخروطية وبريمة حلزونية، دي كلها كانت طرق ميكانيكية عن طريق اسنان التروس والطرابير والسيور. انما اخر طريقة معايا دلوقتي هي طريقة هيدروليكية، والطريقة الهيدروليكية دي انا بستخدم بيها ضغط الزيت. تخيل كده ان انت عندك مكبس، بلاش مكبس لو انت مش متخيله، عندك سرنجة. السرنجة دي عبارة عن مكبس، لو انا ضغطت في الفوهة اللي بيركب فيها الابرة ضغطت فيها زيت، ايه اللي هيحصل للمكبس؟ هتلاقي المكبس بيتحرك في عكس الاتجاه. طبعا انا لو كان عندي المكبس ده في النص وعامل فوهة من هنا وفوهة من هنا، لو انا ضغطت لها زيت في اتجاه هتتحرك عكسه، ولو ضغطت لها زيت في الاتجاه المعاكس المكبس هيتحرك في الناحية التانية. اذا دلوقتي تعالى نشوف مع بعض الحركة الهيدروليكية. ده الشكل بتاعي، ده عندي هنا كده موتور، الموتور ده عبارة عن موتور راكب على مضخة وبيبدأ يسحب الزيت من الخزان من تحت. يبقى أنا دلوقتي هتيجي تبص معايا، المضخة سحبت الزيت من الخزان وبدأ يطلع بيه لفوق، ولما هيطلع بيه لفوق الزيت هيتحرك ناحية اليمين وهياخد المسار ده في الأنبوبة لحد ما يطلع معايا هنا،
ده كده المكبس اللي انا كنت بتكلم عليه، يبقى الزيت هيتحرك في الاتجاه ده وهياخد المكبس ناحيه اليسار، هياخد معاه الذراع اللي بيحرك العربه بتاعه المقشطه وهيتحرك في نفس اتجاه حركه الزيت. يبقى انا كده ضخيت الزيت، يبقى بيسري الزيت في هذا الوضع من الماسوره الف الى اسطوانه الى الصمام صد واحد، وبالتالي لما هيعدي من الصمام صد واحد هياخد الماسوره جيم، وهياخد معاه هيتحرك جوه الماسوره جيم، وهياخد معاه الكباس اللي اسمه سين ده، وهيبدا ياخد معاه الحركه في الاتجاه. يبقى انا دلوقتي خدت كده الشوط بتاع القطع، وحبدا اعمل ايه بقى؟ اول ما هيبدا العربه دي تتحرك معايا والكتله السمراء دي تخبط عندي هنا في الذراع، يبقى هتاخد الذراع في الاتجاه ده، يبقى المكبس ده بقى هيجي يتحرك عكسه. وبالتالي لما المكبس ده هيجي يتحرك عكسه، يبقى انا مسار الزيت المكبس جه هنا فبدا يقفل عندي مسار الزيت في المنطقه دي، يبقى الزيت بدل ما كان طالع عندي في الاتجاه اليمين هيروح ويطلع عندي في الاتجاه اليسار، هيطلع عندي المسار الزيت في المسار ده، يبقى هيخبط في الكباس اللي في المنطقه دي، يبقى هياخد العربه بتاعتي في عكس الاتجاه، يبقى بدل ما كانت رايحه في اتجاه اليسار هتروح معايا في اتجاه الايه؟ هتروح معايا في اتجاه اليمين. وبالتالي يبقى انا دلوقتي الطلمبه بتاعتي هتحرك بالمحرك الكهربي، وبالتالي هتضغط الزيت عندي في الماسوره. طب انا كده ابقى وصلت معاك ان انا عرفنا الاربع طرق اللي انا بشرح بيهم عمليات الحركه في المقشطه العربه، اللي هي عن طريق الجريده المسننه اللي بتحول الحركه الدورانيه التردديه، وخدت معاك الاربع طرق عن طريق تروس وجريده مسننه، عملت عن طريق سير عدل واخر مقص، عملت عن طريق تروس برميه وبريمه حلزونيه، تروس مخروطيه وبريمه حلزونيه، وعن طريق ايه؟ الطريقه الهيدروليكيه. بكده بقى خلصت طرق نقل الحركه، واذا كنتوا عايزين تعرفوا هنعمل ايه تاني على المقشطه العربه وايه اللي هنشتغل بيه، انتظروني في الحلقه القادمه. الى ان اراكم على خير باذن الله، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.